إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. فالشريعة الإسلامية أقرت العقوبة ليس بقصد الانتقام، بل أقرتها بقصد الردع، حتى أنها تحافظ على المجتمع الإنساني والمجتمع الإسلامي خالي من الجرائم والمجرمين. نحن بالأردن صار عندنا قبل يومين تقريبا جريمة اسمها جريمة الزرقاء. هاي الجريمة هزت جميع أطياف المجتمع الأردني، حتى أنها وصلت لأعلى القيادات السياسية والأمنية بالأردن. نتمنى السلامة للفتى صالح وهو الضحية بهذه الجريمة. نتمنى أن المجرمين ينالوا عقابهم العادل والرادع لهم ولغيرهم، حتى ما يكرروا هذه الجرائم. بس إحنا اليوم بدنا نحكي بالإرهاصات وبالأحداث اللي صارت قبل الجريمة، مش ساعة الجريمة. الجماعة اللي ضربوا صالح أو اللي اعتدوا على الفتى صالح، هاي مجموعة من الزعران أو البلطجية أو الخارجين عن القانون، عاملين عصابة وبأخذوا أتاوة أو خاوة. وللناس اللي ما بتعرف شيء الخاوة، هي مبلغ مالي بأخذوه الزعران من أصحاب المصالح التجارية ومن المحلات التجارية بقصد الحماية أو بقصد أنهم ما يؤذوهم. طبعا العملية هاي عملية خارجة عن القانون وغير قانونية، وهاي الظاهرة قد لا تكون موجودة بالمدن الأردنية اللي المجتمع فيها متكون من عشائر مثل السلط والكرك ومعان وسحاب، لأنه أي واحد فاتح مصلحة تجارية بكون حواليه 3000 أو 4000 شخص من أبناء عمومته. ولكن في بعض المدن اللي ما بكون فيها تركيبة عشرية قوية، وبكون مثلا صاحب المصلحة يا دوب له 20 أو 25 واحد من أبناء عمه، هذول الناس قد يتعرضوا للاضطهاد وقد يكونوا مستهدفين من هاي الفئة من المجرمين. والمشكلة الخطيرة بهاي العصابات إن انتقلنا من مرحلة الجريمة الفردية أو الجريمة العشوائية إلى مرحلة الجريمة المنظمة. شو الفرق بين الجريمة الفردية والجريمة المنظمة؟ الجريمة المنظمة هي الجريمة اللي بتعود بدخل أو بتجيب مصاري للمجرم، وبناء عليه المجرم راح يوسع نشاطه الإجرامي. نفترض مثلا أنه واحد من الزعران بأخذ خاوة أو أتاوة من 50 محل باليوم، كل يوم بأخذ من محل 3 دنانير، يعني 150 دينار باليوم، بالشهر 4500 دينار. هذا مصدر دخل، ودخل عالي لشخص لا يحمل شهادة وشخص لا يحمل أي مهنة ولا يحترف أي مهنة. فبالتالي الزعرنة والبلطجة صارت وسيلة دخل وصارت مصدر دخل لهذا الأزعر. أما الجريمة الفردية، كل دول العالم فيها جرائم فردية، كل دول العالم فيها مستويات إجرام وقد تكون مستويات عالية من الإجرام. ولكن الخطورة بالجريمة المنظمة إنهم دائما أفراد العصابات بيطوروا من أعمالهم وبيحاولوا يزيدوا أكبر عدد ممكن يضموا لعصاباتهم والأعمال الإجرامية اللي موجودة عندهم. وعلى سبيل المثال بابلو أسكوبار والتشاب وجوزمان، هذول كانوا بالمكسيك وكولومبيا، هذول أول ما بدوا كانوا مجرمين صغار، ولكن لأنه الجو والوضع القانوني اللي كان موجود ببلادهم كان يسمح لهم لتطوير أعمالهم، أدت إلى تكبير عصاباتهم، حتى أنه عصاباتهم تكون على مستوى قارة أمريكا اللاتينية أو حتى على مستوى العالم كلياته. والمشكلة عندنا بالأردن بالتشريعات والقوانين هي غير رادعة لهذه الفئة المجرمة اللي متواجدة بالشارع. أما المنظومة الأمنية والأجهزة الأمنية فهي قائمة بدورها. الأجهزة الأمنية إلها أنها تلقي القبض على هذا المجرم ثم تودعه للقضاء. القضاء العقوبات والتشريعات غير رادعة لهذول الناس، لأنه ما براعي تكرار الجرم وما براعي القيود اللي عملها هذا الشخص المجرم. فبالتالي المجرم بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر بالكثير ولأنه راجع للشارع مرة أخرى. هذا الحكي قد يسبب إحباط للمنظومة الأمنية، لأنه الشرطة أو رجال الأمن العام هذولا أوانم، عيال ناس، كل واحد فيهم إلو كيانه، إلو عائلته، إلو حياته اللي بيخاف عليها أو إلو حياته اللي مهتم فيها. فهو لما يقوم بإلقاء القبض على أحد المجرمين، ترى إلقاء القبض على ذول المجرمين مش بالسهولة، قد يكل يعني قد يخاطر رجل الأمن بحياته، قد يخاطر بكيانه ووجود كيانه اللي هو بيحافظ عليه. فبالتالي هو لما يلقي القبض على واحد من ذول المجرمين ويخاطر بحياته ابتغاء لتحقيق العدالة بعد شهرين 3 أشهر، ولأنه نفس المجرم راجع على نفس المكان والقضاء ما اتخذ الأسلوب الرادع معه أو الجزاء الرادع له، هذا قد يسبب بإحباط للمنظومة الأمنية. فإحنا الآن اللي بنطلبه من إخواننا المشرعين ومجلس نوابنا القادم إنه يراجعوا قانون العقوبات بخصوص القضايا الجنائية، إنه تكون العقوبات رادعة لأي شخص تسول له نفسه لاعتداء على الآخرين أو أموال الآخرين أو على أنفس الآخرين أو على أي عضو من أعضاء أجساد الآخرين، بحيث انه يكون مجتمع حفظ الامن والقانون قادر على مكافحه الجريمه وما تتحول الجريمه عندنا بالاردن من جريمه عشوائيه او جريمه فرديه الى جريمه منظمه، وما ينحصر دورهم فقط باللي عليه شك او كومبياله او واحد عليه فاتوره ميه. والشيء بالشيء يذكر بدنا نحكي عن قضيه المتعثرين ماليا. احنا نتمنى حلول عادله للدائنين وللمدينين،
بحيث انها تراعي اوضاع المدينين وبحيث انها تحفظ حق الدائن، ولكن يجب ان يكون هناك مسؤولية على الدائن في تحمل الدين، يجب ان يكون مسؤولية على الدائن ايضا في تحمل التعثر وتحمل الدين، يعني انه الشخص ما يداين الشخص الا لما يتاكد انه قادر على السداد وبقدرته على السداد. نتمنى السلامة للفتى صالح، ونتمنى السلامة لمجتمعنا الاردني من كل الافات الاجرامية ومن كل المشاكل التي قد تعكر صفوه. حفظ الله الاردن وحفظ الله مجتمعنا.